السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم شهوات أم إناس. جيت لكم اليوم بواحد الحريشات اللي لذادين، حريشات ديال المقلة سريعين التحضير، وأيضا بواحد المقادير اللي ساهلين كيف ما دائما كنعودكم. وهاد الحريشات كيجيو رطبين وهشاش. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش لاول مره يشوف لا فيديو يدير اشتراك ويبارطاجي لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده على الكل. ودابا نخليكم مع المقادير وايضا الطريقه. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا ثلاثه الكيسان كبار بهذا القياس ديال السميده رقيقه، مع قبيصه ديال الملحه، نص كاس ديال سنيده اولا ثلاثه المعالق كبار، هنايا خليط ديال نص كاس ما بين الزبده مذابه وايضا زيت، يعني نقدروا نديروا الكميه كامله زيت، ونقدروا نديروا ربع كاس زبده مذوبه وربع كاس زيت نباتيه. عندي هنايا كيس فانيلا، كيس سكر بنكهه الفانيلا، وهنايا عندي كيس خميره كيميائيه بوزن 8 غرام. هادشي كامل غادي نجمعو اما بالماء الدافئ اولا بالحليب الدافئ. انا بالنسبه ليا بغيت نجمعو بالحليب الدافئ، الا ما كانش متوفر كنديرو الماء. دابا بسم الله نبداو على بركه الله. هنايا في اناء اول حاجه كناخدو السميده اللي غربلناها مع قبيصه ديال الملحه، غادي نزيدو ليها كيس خميره كيميائيه، وايضا غادي نزيدو ليها سنيده. هادشي كامل غادي نبسوه بهاد الزبده المذابه. بسم الله، غادي نحاولوا اننا نبسو هاد السميده مع سنيده والفانيلا بهذه الطريقه. تدخل لينا الزبده في هاد السميده باش تجينا زوينه، يعني خصها ترمل لينا مزيان. كراها كتجي زوينه هاد الحشه ديال المقلات وسريعه، ما كتاخدش لينا الوقت، في ساعة كنصايبوها للضيوف الغفله ولا لينا حنايا في الكوتي وليداتنا الصباح بحال هكا، حتى كتبان لنا انها تلبسات مزيان، وحتى ديك السنيده دابت لينا يعني ما بقاتش مرمله. من الاحسن تكون ديك السنيده ما يكونش دوك الحبيبات كبار، تكون ديك السنيده رقيقه باش ما تبقاش باش تذوب لينا دغيا. غادي نزيد دابا كيس خميره كيميائيه، ونخلطوا هادشي كامل مزيان. وكما قلت لكم غادي نجمعوا بالحليب ولا بالماء الدافئ يعني اللي متواجد. وايضا الا ما كانش كما قلت لكم في الاول ما كانش الزبده، غادي نضيفوا الكميه كامله يعني نصف كاس ديال الزيت في عوض ربع كاس ديال الزبده وربع كاس ديال الزيت. ديما نحاولوا نقليو داكشي اللي عندنا وداكشي اللي عندنا في الدار، ما نتقيدوش بالوصفه، غا هي ما نخرجوش على الوصفه عاوتاني وصدق ما صدقاش لينا. بسم الله، غادي نبدا نضيف دابا الحليب بشويه بشويه. كتكون شويه مرخوفه، عادي نخليوها واحد الخمسه تاع الدقائق وغادي تشرب لينا. كنخدمو غير بصبيعاتنا غير بالصباع، ما نحتاجوش اننا ندلكوها بحال هكذا. مازال غادي نزيد نرخفها واحد شويه. صافي، كتبان ليا هذا هو القوام
اللي خاصو يكون بحال هكا، ما نخفوش عاوتاني بزاف. بحال هكذا نخليوها واحد 5 تاع الدقائق، ومن بعد نرجعو باش نشكلوها. من بعد ما دازت 5 ديال الدقائق، الخليط ديال الحريشات ديالنا كيكون على هذا الشكل، كيكون شويه متماسك. كندهنوا يدينا بواحد شويه تاع الزيت، ومن بعد كنديروا كويرات متقادين. الا بغينا نستعملوا داك المول الدائري ديال الحريشات باش يعطينا نفس القد، بغينا نديروا كاس ولا زليفات صغيورين، اولا كما درت انا فقط غير بيديا كندورهم وكنكورهم باش نسرع في العمليه. كنحط كميه كلها فوق السميده، غير السميده رقيقه، يعني دايره طبسيل اخر جانبا حاطه فيه السميده، وكنحطهم تما. من بعد غادي ندوزهم في ديك السميده، وعاد نبدا نحطهم في البلاطو ولا اي حاجه. من بعد ما كنكمل كميه كامله ديالي، عاد كنمشي نبدا نطيب فيها. كما كتشوفوا درت هنا كميه، من بعد كنحاول انني نلبسها واحد شويه من الجوانب بجوج بالسميده الرقيقه، وغادي نضغط عليها حيت مازال فيها الخميره، غادي تنفخ لينا واحد شويه. كنضغط عليها واحد شويه وكنقاد ليها الجوانب ديالها، وكنحطها في هذاك البلاطو اللي فرشت لي او لا درت فيه واحد شويه ديال السميده رقيقه، باش ما يلصقش لينا ما يلصقوش ليا هاد الكويرات ديالنا في البلاطو. كما كتشوفوا يعني راه غير كنديروا واحد شويه السميده على الجوانب بجوج، وكنضغطوا حتى كتعطينا الشكل الدائري، ونحاولوا ما امكن يكونوا هاد الكويرات قد باش يكونوا عندنا كلهم في حجم واحد. هنايا غادي نكمل الكميه ديالي كامله على نفس الطريقه، ومن بعد نتلاقاو باش ندوزو نطيبوهم. هنا كما كتشوفوا معايا حاولت انني ندير الحريشات كلهم قد بلا مول بلا حتى حاجه، يعني غير بيدينا. كما قلت لكم راه سريعين بلا ما نحتاجوا نديروا المول ولا نديروا الكاس ولا شي زلافه. ضغطت عليهم هكا واحد شويه كما كتشوفوا، ودابا غادي ندوزو باش نطيبوهم. كما كتشوفوا هنايا حطيت المقله الثقيله، كما كنقولوا ليها المقله ديال المسمن ديال وجده، حطيتها كتسخن حتى تسخن لنا مزيان من الاحسن، ومن بعد كنحطوا فيها هاد الحريشات ديالنا. من بعد ما كنعاودوا نضغطوا عليهم غير واحد شويه، يعني ماشي بزاف، كنقادوا ليهم الدوره ديالهم، كنستفوهم على الدوره كامله ديال المقلات تاعنا، وكنخليوهم حتى كيطيبوا من جهه واحده، يعني حتى كيشدوا راسهم عاد نقدروا اننا نقلبوهم. دابا حيت كيكونوا باقيين هشاش ما كنقدوش اننا نهزوهم ونقلبوهم، يعني حتى تشد لينا راسها وتبان لنا من الجهه التحتانيه طابت وبدات فيها ديك الحموريه شويه. وكما قلت لكم غير بشويه نتعاملوا معهم بشويه، حيت راهم هشاشين ودغيا كيتفتتوا لينا وكيخسروا لينا المنظر ديالهم. دابا غادي نخليهم حتى يطيبوا ليا من جهه وحده على خاطرهم. كما كيبان لكم راه خليتهم واحد المده، من بعد دابا هاني كنقلب فيهم حتى كما كتشوفوا معايا راه الجهه التحتانيه تقريبا طابت والعافيه كنأكد انها تكون مهيله باش يطيبوا لينا حتى من الوسط، يعني ماشي غير يتحرقوا لينا ولا يحمروا لينا من الفوق ويبقاو لنا من الداخل معجنين. كما كتشوفوا شي وحدين راه هزيتهم ولقيتهم باقين ما حمروش ليا، يعني باقين ما طابوش ليا، ورجعتهم على نفس الجهه حتى يطيبوا على خاطرهم، ومن بعد غادي نقلبهم. كنبقى نقلب في الحريشات على هاد الجهه وعلى هاد الجهه حتى كنحصل على انهم يكونوا محمرين من الجهتين ويكونوا طايبين، ما نزيدوش نطيبوهم بزاف ولا نحرقوهم باش ما يقصحوش لينا. ودابا حتى نساليو ونتلاقاو في الطبق النهائي.
الحريشات ديالنا ها هما وجدوا كما كيبانوا لكم انهم محمرين وغزالين بزاف البنات، غادي يعجبوكم انا اكيدة. المقادير راه اقتصادية وبزاف، وكما قلت لكم في الاول الا بغيتوا تعوضوا الحليب بالماء راه ممكن كيجيو نفس المذاق، غير هما مع الحليب كيكون شوية هشاشين، زايد واحد شوية ديال الهشاشة. ممكن انكم ايضا تعوضوا داك 4 كاس ديال الزبدة ديروه زيت، يعني انتما كما كنقول لكم دائما غادي تستعملوا اي حاجة وتطيبوا اي حاجة على حساب داكشي المتواجد عندكم انتما في المنزل، يعني ما تقيدوش بالوصفة كيما كتكون، غا هي بعض المرات ضروري ما نعاودوش نفوتو بزاف في الوصفة باش تصدق لينا. ونتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال الفيديوهات ديالي. دابا ما بقى لي الا نقول لكم خليتكم في رعايه الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع شهيوة من شهيوات ام ايناس. بسلام عليكم.